نحن في مستشفى القاسمي للنساء والأولاد والأطفال ملتزمون بتوفير الأمان والرعاية الفورية للأطفال المتعرضين للاعتداء بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بالإمارة لحمايتهم بأقصى سرعة ممكنة. قمنا باختصار الإجراءات والخطوات من خلال برنامج تصفير البيروقراطية وتسخير التكنولوجيا اللازمة، حيث تم تقليل خطوات العمل من 7 إلى 3 خطوات فقط، تقليل وقت الانتظار بنسبة 50%، وأيضاً أصبحت الخدمة إلكترونية فورية لجميع الجهات المعنية دون أي تأخير من خلال ضغطة زر واحدة فقط.